مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نعود بعد هذا الفاصل لنتواصل ونستمر معكم في بقية فقرات ومواضيع صباح الشروق المختلفة والمتنوعة. والآن ندلف مباشرة إلى الملف السياسي. عدد من الأخبار السياسية التي وردت في موقعنا على الإنترنت الشروق دوت نت، القراءة منا والتحليل من الدكتور عبد الملك النعيم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. دكتور صباح الخير. صباح النور أحمد، صباح النور منى، وتحية لكم وتحية لكل الأمة الإسلامية، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير بحلول ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا نبدأ بأولى الأخبار أحمد. الجيش ينفي إرسال قوات من الدعم السريع للقتال في ليبيا. نفت القوات المسلحة السودانية جملة وتفصيلا التقرير الأممي الذي قالت قناة الجزيرة الفضائية أنها تحصلت عليه، ويتحدث عن إرسال القوات المسلحة 1000 جندي من قوات الدعم السريع للقتال في ليبيا بجانب قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد دكتور عامر محمد الحسن في بيان صحفي إن هذه الدعوة تأتي في إطار الكيد الممنهج للمؤسسات القومية، مبينا أن قوات الدعم السريع تعمل على حسب الاتفاقات الدولية، والأهمية أن الجيش السوداني يعمل على دعمها وتعزيز نجاحها لما تمتاز به هذه القوات من مهنية. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن الجيش السوداني ليس شركة أمنية حتى يقوم بهذا المستوى الذي ورد في التقرير الأممي المزعوم، مؤكدا أن الجيش لن يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل غير الصادقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة تابعت التقرير وبعد ذلك برضو رجعت لمزيد من الاستيساق لثلاثة مواقع للمنظمة الدولية، ولقيت أنه في واحدة من المواقع حتى ما مشهورة شديد هي التي نشرت هذا التقرير، وبعد ذلك أصبح مرجعية لكثير من وسائط الإعلام. لكن الشاهد في المسألة أنه القوات المسلحة السودانية بتاريخ الطويل جدا هي لا يمكن أن تدخل في صراع داخلي، بمعنى أنه يعني قضية ليبيا هي قضية داخلية، ومعلوم جدا أنه السودان كان متبني وساطة واستضاف في وقت سابق هنا رئيس الوزراء الليبي، والآن ماذا لا يعمل لصالح الشرعية في ليبيا دون أن يخوض في هذه المعركة. التاريخ القوات المسلحة السودانية برضو ناصع جدا، لأنه بنذكر على أيام الحرب العربية الإسرائيلية 1967 كان عنده حضور مميز جدا، أرسلوا يعني عدد كبير جدا من الجنود وضباط الصف والضباط إلى الأراضي المحتلة وساهموا. بعد ذاك حصلت النكسة، مؤتمر اللاءات الثلاثة في الخرطوم، حرب 73 الانتصار، كان برضو للجيش السوداني وجود كبير جدا. فأنا أنا أنا أيضا من الذين يستبعدوا تماما القوات الدعم السريع إن كانت فصيل منفصل بعيد عن رقابة القوات المسلحة. يمكن أن تقول إنه ده ممكن يكون تفلتات، لكن القوات الدعم السريع الآن أصبحت فصيل داخل القوات المسلحة تأتمر بأمر القوات المسلحة، ولا يمكن أن تخطو خطوة بهذه الطريقة إلا بتوجيهات من القوات المسلحة، وده ما حادث. الآن لما السودان شارك بقوات في اليمن في عاصفة الحزم أعلنت، ما كانت حاجة يعني في الخفاء، رغم اختلاف وجهات النظر فيها ورغم التباين الآراء فيها ورغم رؤى كثير من الناس إنه كفاية بعد كده حق الحل يكون سياسي، لكن في النهاية السودان أعلن دعمه للشرعية وأرسل قواته. أنا أتصور إنه التقرير ده بيكون استند على أنه عندنا حركات ما زالت متمردة اللي هي الآن في ظل النظام تسمى حركات الكفاح المسلح، دي كان عندها وجود كبير جدا، سواء كان حركة العدل والمساواة أو عبد الواحد نور أو حركة تحرير السودان من ناركو مناوي، ديل كانوا بيجدوا مأوى في ليبيا يمكن حتى قبل سقوطها، فوجودهم في ليبيا كان موجود عادي جدا. فأنا أتصور أنه برضو التقارير دي استندت على وجود بعض هذه العناصر هناك واتهمتها بأنها تابعة للقوات المسلحة السودانية. حسنا فعل الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية أنه المسألة دي ما عندهم بها علاقة ولا يمكن أن تحدث. حق نحن برضو في إعلامنا السوداني أنه نحتكم إلى أهمية وقومية القوات المسلحة السودانية، لأن هذه في النهاية هي حامي حمى الوطن، ويجب أن لا يعني نجري وراء الشائعات أو التقارير اللي بتكتبها جهات أصلا ما عندها مصلحة في أن السودان يستقر. نعم. وأنا أفتكر ده حاصل الآن.